السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين هنشتغل على الاختياري بتاع الترم الأول عشان الامتحان إن شاء الله بإذن الله، وهنبدأ بالجرامر لأن في رسائل كتير جاتني وقالت لي يا أستاذ رضا لو سمحت عايزين الجرامر، خلي الكلمات شوية لأن خلاص حفظنا الكلمات. هنبدأ ونقول على بركة الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السؤال الأول، سبيس باج إز بلو، طبعا هنا بنتكلم على حاجة اسمها اسم الملكية، ماشي تمام. لما يكون الاسم يملك الشيء فأنا بحط لهذا الاسم أبوستروف إس، أبوستروف إيه إس، فمنال هنا مفيش أبوستروف إس، منال هنا إز ما ينفعش، عايز أقول منال. طب دي يا أستاذ رضا ليه مش صح؟ لأن إذا انتهى الاس الاسم بإس بس أنا بحط له بس أبوستروف عشان النطق بس، لكن الاسم اصلا بتاع منال مش اخره ايه، مش اخره اس، فبحط له ابوستروف اس تمام. لكن لو عندي مثلا اسم اسمه سندس على سبيل المثال او اسمه فارس، يبقى ده اخره اس احط له ايه، ابوستروف فقط. اوكي تمام يا مستر رضا، يبقى الاجابه الصحيحه منالز باج از بلو. السؤال الثاني، طارق از هيز كازن، يعني طارق ابن عمه، توداي از، انا دلوقتي بتكلم على مين، على طارق، وبالتالي ده اسمه حاجه اسمها صفه الملكيه وليس الضمير ملكيه، يبقى على طول عشان طارق اسمه مذكر يبقى هيز، يبقى هيز بيرث توداي، يبقى توداي از هيز بيرث توداي. طبعا هم دي ضمير ملكيه، ضمير مفعول، وهير دي طبعا ضمير مفعول، وهي طبعا ضمير ايه، ضمير فاعل، واكيد انتوا عارفين الفرق ما بين ضمير الفاعل وضمير المفعول. السؤال الثالث، كلاب فور ذا فوتبول بلايرز، تمام خلي بالك ان في هنا فول ستوب، هنا في ايه، فول ستوب، وبالتالي انا هنا عايز ايه، عايز ضمير فاعل، خلي بالك معايا كده، يبقى كلاب فور ذا فوتبول بلايرز سبيس بلايد فيري ويل، يبقى انا بتكلم عليهم هم، على الفوتبول ايه، على الفوتبول بلايرز، انا عايز ضمير فاعل بيدل على الفوتبول بلايرز، وبالتالي هي كلمه ايه، هي كلمه زير. طبعا هنا كلمة theirs ديت حاجة اسمها ضمير ملكية، وضمير الملكية لا يأتي بعده الشيء المملوك، هنا their صفة ملكية بيأتي بعده الشيء المملوك، فبقول their مثلا بقول كرتهم، their teacher مدرسهم وهكذا. طبعا them ديت ضمير حاجة اسمها ضمير مفعول. السؤال الرابع، throw the ball to space please I am waiting، تمام throw the ball to، هنا انا بقول لك ارمي الكوره، عايز اقول الكوره لي انا، اوكي، وبالتالي هذه ضمير مفعول، فانا بقول لك throw the ball to space please، اوكي I am waiting، انا انتظر، ما دام انا اللي انتظر يبقى انا بقول لك throw the ball to me، to a to me، تمام كده. اما اذا مثلا بقول لك he is waiting، ده هو بينتظر، فانا بقول لك مثلا throw the ball to him، ارمي له الكوره ده هو بينتظر، تمام كده تمام يا مستر رضا. السؤال الخامس، هدى از ذير جراند ماذر، هدى ديت جدتهم، شي لافز سو ماتش، هي بتحب مين، بتحبهم، بتحبهم، خلي بالك معايا كده، لازم تخلي بالك من الضمير دي. طبعا الضمير انا عارف ان هي صعبه، لكن انت لما تفهم الجمله هتعرف الشغل بتاعنا ازاي. طبعا شي ضمير فاعل، دايما بتلاقي ضمير الفاعل بتحل محل الايه، محل الفاعل، اما ضمير المفعول بتحل محل المفعول وبتبقى بعد الفعل على طول، يبقى شي لفظ انا عايز اقول هي بتحبهم، ماشي معايا كده، يبقى بتحبهم هي كلمه ايه، هي كلمه زم. Our parents are proud of because we work hard at school مثلا على سبيل المثال، تمام يبقى our parents are proud of يعني فخورين بينا، علشان هنا في ضمير فاعل اهوت بيقول لك وي، احنا بنشتغل بجد في المدرسه، تمام كده، يبقى فخورين بينا، بينا احنا، يبقى ده اسمها ضمير ايه، ضمير مفعول، يبقى our parents are proud of us، تمام كده، مهم جدا على فكره. السؤال السابع، grandfather arrives at 5 o'clock let's go to meet، طيب يعني جدي بيصل الساعه 5 let's go to meet، عايز اقول خلينا نروح نقابله، 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 يبقى ده اسمه ضمير مفعول، ضمير مفعول للمذكر اسمه يعني المفرد المذكر طبعا، يبقى grandfather arrives at 5 o'clock let's go to meet him، خلينا نروح عشان نشوفه او نقابله. اوكي the radio belongs to my mother، الراديو ده يخص مين، يخص مامتي انا، اتس سبيس، لسه قايلين دلوقتي ان انا عندي في فرق ما بين صفه الملكيه وضمائر الملكيه، الذي لا ياتي بعده الشيء المملوك يبقى ده اسمه ضمير ملكيه، تمام كده، يبقى انا بقول لك ذا راديو بيلونجز تو ماي ماذر، يبقى ده اسم مفرد مؤنث، يبقى انا عايز اقول هير طبعا،
كده هير هي تمام كده، لكن اقول هير دي امتى اختارها؟ لو هي بعدها اسم مملوك فبقول اتس هير راديو مثلا على سبيل المثال، لكن ما دام ما فيش بعدها اسم مملوك يبقى الاس ديت بتحل محل الايه؟ الاسم المملوك، يبقى اتس هيرز، اتس ايه؟ اتس هيرز. طيب يعني يبقى ذا راديو بلونجز تو ماي ماذر، اتس ماين، لا غلط، يعني مش ملك ده، هي بتاع مين؟ بتاع ماما، وهيز ديت للمذكر. اوكي تمام. I live in Alexandria with space parents، يبقى انا بعيش في اسكندريه مع، ها ماي، عايز اقول مع والدي، تمام. ماي ما ينفعش لان ماي زي ما احنا قلنا دي اسمها ضمير ملكيه، لا ياتي بعد الشيء المملوك، ومي مفعول، يبقى هي على طول ماي بيرنتس. منير اند هاني ار توينز، هما الاثنين توينز قوائم. سبيس سيستر از كولد رضوى، انا عايز اقول انا بتكلم عليهم هما الاثنين، فانا عايز اقول اختهم، اختهم تمام كده، وجاي بعدها اسم مملوك اهوت، اوكي يبقى على طول ايه؟ بقول their، يبقى their sister is called رضوى، يبقى منير اند هاني ار توينز، their sister is called رضوى. سامي سبيس جوز تو سكول ليت، هنا سؤال طبعا مهم جدا خلي بالك منه لانه في تركيه صغيره كده. طيب احنا قلنا ان طبعا احنا بننفي المضارع البسيط باستخدام يا اما دونت يا اما دازنت، تمام كده. اولا سامي ما بتاخدش دونت، اوكي تمام يا استاذ رضا زي الفل، احنا خلاص فهمنا. السامي بتاخد دازنت، المفروض اختار دازنت، تمام. لكن الفكره فين هنا؟ الفكره ان الفعل عندي فيه هنا ايه؟ في اي اس، في ايه؟ اي اس، وبالتالي انا هستبعد didnt، لان اصلا الدو والداز والديد لازم ياتي بعده مصدر، يبقى دي غلط. طب والدازنت غلط يا استاذ رضا، لان فيها اي اس، يبقى الصح هو كلمه نيفر، لان نيفر في النفي ما بتشيلش الاس. هاو سبيس دو يو جو تو ذا كلوب وانس ا ويك، طبعا مره واحده في الايه؟ في الاسبوع. دي بتسال عن اداه استفهام، بتسال عن حاجه اسمها كم عدد المرات، فبقول هاو اوفن، هاو ايه؟ هاو اوفن دو يو جو تو ذا كلوب، يبقى هاو اوفن بتسال عن عدد المرات. هاو ميني بتسال عن العدد، وبياتي بعدها اسم عدد او اسم معدود لازم يكون جمع، قول مثلا هاو ميني بويز، هاو ميني جيرلز، وهكذا. هاو ماتش دي للكميه، او كم لي الثمن. لو انا بتكلم على الكميه ممكن ياتي بعدها اسم غير معدود، فبقول هاو ماتش مثلا ووتر، هاو ماتش شوجر، وهكذا. هاو اولد بتسال عن العمر. اوكي سبيس يور فادر درايف تو ورك، اوكي اولا يور فادر ده لازم تحدد كده وتقول ان يور فادر ديت اسم ايه؟ اسم مفرد. اولا يبقى الدو غلط، تمام، والار غلط. غلط ليه؟ لان يور فادر ده اسم مفرد. دايما في الجرامر بالذات حاول تستخدم حاجة اسمها سياسة الاستبعاد، زي ما احنا بنعلم للطلبة عندنا استخدم سياسة الاستبعاد. يعني انت شفت your father، اوكي ده اسم مفرد، يبقى انا هستبعد دول، لان دول ما بيجيش مع المفرد والار ما بيجيش مع المفرد، اوكي يبقى لي does وبقى لي ايه is. هتبص تلاقي نفسك هنا اختياراتك قلت، وبقى بدل ما يكون اربعة بقى عندك ايه؟ بقى عندك اتنين، فسهل جدا الاختيار ما بين الاتنين. يبقى دول غلط والار غلط، هنا استاذ رضا انا هختار يا از يا ايه يا does. بعد كده الحالة التانية اللي انا ابص على الفعل، الفعل اسمه درايف، يبقى ده فعل فين؟ في المصدر، يبقى على طول انا بختار داز، بختار ايه؟ داز، تمام؟ لان الاسم مع الفعل لازم يكون الفعل فيه اي ان جي. سؤال 14 سبيس نبيل ذا سيستر بلاي تنس، نفس الفكره اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، لما تيجي تستبعد ما تقولش ده استاذ رضا ده نبيل ديت اسم جمع، اصلا نبيل ما ينفعش يبقى اسم ايه؟ جمع. وهنا الابوستروف اس ديت اس الملكيه، يبقى نبيل ذا سيستر، ماليش دعوه بنبيل على فكره، انا ليا دعوه بمين؟ بسيستر، لان ممكن يبقى نبيلز دوجز على سبيل المثال، مثلا اي حاجه يعني، ممكن تبقى الاسم مش نبيل، الاسم على الاسم اللي بعد مين؟ الاسم اللي بعد نبيل. يبقى لو قال لي نبيل ذا سيستر يبقى ده اسم ايه؟ اسم مفرد، خلي بالك معايا كده. يبقى نبيل ذا سيستر ده اسم مفرد، يبقى انا هستبعد الايه؟ هستبعد الار يا استاذ رضا، وهستبعد الداز، يبقى لي از وبقى لي ايه؟ داز. طب لو كانت نبيل ذا سيسترز، خلي بالك كده، لو كان هنا في ايه؟ في اس، يبقى انا ماليش دعوه بنبيل، ده انا ليا دعوه باخوات مين؟ اخوات ايه؟ اخوات نبيل، وتصبح الجمله ايه؟ الجمله جمع. فخلي بالك من النقطه دي. يبقى هنا نرجع تاني لمرجوعنا، فبقول نبيل ذا سيستر يعني اخت نبيل، يبقى هنا بتكلم على مفرد، وبالتالي دو غلط وار غلط، يبقى لي از ويبقى لي داز، نفس الفكره اللي انا قلت لك عليها، ادي بلاي في المصدر، يبقى انا بتكلم على داز، يبقى داز نبيل سيستر بلاي. 15 بيقول لي تامر اند هيز سيستر از بيث ذا فاميلي كار، تمام. تامر اند هيز سيستر دي تعتبر جمع، وبالتالي واش غلط يا استاذ رضا، لان واش ديت فيها اي اس بتاتي مع الاسم المفرد، الاي ان جي يا استاذ رضا ما تنفعش، لان الاي ان جي لازم يجي معاها ام ويز وار، الاز واشنج يا استاذ رضا ما تنفعش، لان الاز اسم مفرد وعندي تامر وهي السيستر جمع، وبالتالي الاجابه الصحيحه هي كلمه واش. ارجوكم ارجوكم يعني لما تيجي تتابع مستر رضا هتلاقي نفسك بقول لك حاجات كده، لو حطيتها في دماغك وانت بتحل هتلاقي نفسك مرتاح جدا.
انا بحب اعلم الطلبه بتوعي حاجه اسمها سيلف الاستبعاد، زي ما احنا بنتعلم كده. تابعني كده هتلاقيني، تلاقي الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله باذن الله سهل جدا جدا جدا. This house belongs to us، يعني هذا المنزل belongs to us، بيخصنا احنا، يبقى it's ايه بتاعنا، عايز اقول بتاعنا بتاعنا، ماشي، مش it's his لانه مش ملكه، مش it's mine، مش ملكي، خلي بالك. يبقى هنا مفتاحي فين؟ في كلمة us، يبقى it's ours، it's ايه، it's ours. تمام. My father's sometimes space، طيب my father نفس الفكرة، هنقول ان sometimes الأسطورة ده من علامات المضارع البسيط، تمام كده. يبقى ما ينفعش اختار تيكينج لان فيها اصلا اي ان جي، وما ينفعش اي ان جي في مستواك انت دلوقتي من غير ام واز وايه، من غير ام واز وار او واز وير في الماضي المستمر. طبعا هي تيك ما ينفعش لان ماي فازر اسم مفرد، واس تيكينج اصلا ما ينفعش لان سم تايمز من علامات المضارع البسيط. يبقى انا الاجابه الصح بتاعتي هي كلمه تيكس. سبيس يو سبيك انجلش، سبيك انجلش، خلي بالك معايا من النقطه ديت. لو انت بتستبعد، لو انت بتستبعد ومع مستر رضا وبتستبعد وتعلمك الاستبعاد، اول ما هتبص هتبص تلاقي اللي انت عندك هنا علامه استفهام. ما دام عندك يا مستر رضا علامه استفهام، هي ده سؤال، اوكي، وبالتالي يو دو ايه، يو دو غلط على طول من غير يعني، بص من غير ما تفكر، يبقى يو دو غلط ويو ار ايه ويو ار غلط، من غير ما افكر خلاص الموضوع بالنسبه لي سهل. يبقى لي ار يو سؤال ودو يو سؤال، تمام تمام يا استاذ رضا. حضرتك لسه قايل لنا ان دلوقتي لما يجي لك ام از وار لازم تحط الفعل ايه، اي ان جي، فانا عندي هنا الفعل فين؟ الفعل في المصدر، يبقى بجيب دو يو، دو ايه، دو يو. سؤال 19، ان ذيس بوكس ذير ار سبيس تي شيرت، تمام تمام يا استاذ رضا. انا عايز اقول التيشيرتات دي بتاع البنات، يبقى جيرلز دي غلط، ليه؟ لان ما فيهاش ابوستروف، اوكي تمام، جيرل دي غلط ما فيهاش ابوستروف، يبقى لي اما جيرلز ديت يا اما جيرلز دي. طبعا دي غلط خالص، ليه؟ لانها اخرها ايه؟ اخرها اس، فاذا انتهى الاسم باس احط له ابوستروف، بس مش هحط له ابوستروف ايه، مش هحط له ابوستروف اس، وبالتالي هذه هي الاجابه الصحيحه. يبقى ان ذيس بوكس ذير ار جيرلز ايه؟ جيرلز تي شيرتس. سؤال 20، it is the space pen، تمام نفس الحكايه، teachers teachers teacher teachers، اولا دي غلط ودي ايه ودي غلط، يعني سي ودي غلط، يبقى لي teachers اس ابوستروف وteachers ابوستروف اس، ايه الفرق؟ ان teachers دي جمع، دي ايه؟ دي جمع، فحطيت اس ابوستروف. مش معقول ومش من المنطق ومش منطقي خالص ان يبقى انا عندي قلم بتاع المدرسين كلهم، بتاع المدرسين كلهم، خلاص كده؟ يبقى من المنطق ان ده القلم ده بتاع مين؟ بتاع المدرس، تمام؟ وبكده تخلص الحلقه الاولى من الجرامر بتاع الواحد بتاع الصف الاول الاعدادي، ان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يوفقكم، وما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، لان احنا اكيد لسه عندنا الجديد والجديد والجديد، وان شاء الله باذن الله رب العالمين بعد الامتحانات هنبدا في شرح الترم الثاني، وكمان هيبقى عندنا مفاجاه كبيره جدا ان احنا نشرح جرامر متخصص بإذن الله. تابعونا، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.